ألو 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 ألو، شرطة الأطفال، أنقذوني، في حرامي، هاي ما صدقوني عن جد. شو ده بخدمتك؟ شو حد حرامي عم يسرقني؟ احنا جايين حالك. الحرامي هيو الحرامي. اها جاتني فكرة. الو الو الو، شرطة الاطفال، في واحد حرامي بيعمل يسرقني. لازم كمان مرة، انت ما حرمتش؟ هذا إزعاج للسلطات، إذا بتعيدها رح ناخذها كمان مرة على السجن. أنا آسف ما بعيدها. ألو يا شرطة الأطفال، هلأت بكلمكم عن جد، في حرامي صار على عبادي. هذا نفس الولد؟ هذا نفس الولد، بس شكله هاي المرة صادق لأنه بعيط. مش بلا عبادة، أكيد حرام رح صرف. أنت متأكد إنه انسرق؟ هاي العباد، ما فيش حرامي. عيدها تودوني على السجن؟ خلينا ناخده على السجن. لا حرام، مش عيدها كمان مرة. الو 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 الو، شرطة الاطفال، انقذوني، في حرامي، هاي ما صدقوني عن جد. هذا بلاغ الكاتب رقم 4. فكر حال رح اخدعنا. انقذوني. بعرف. شوف هذا البلاغ مش كاذب، لازم نلحقه. انا اسف اني كذبت عليكم، ما بعيدها بس كنت زهقان وحابب اتسلى. دائما كذب غلط، شفت ايش عمل فيك الكذب. انا اسف وتعلمت من خطئي، شكرا شرطة الاطفال.